أهلا بكم في قناة أنس أوفيسال الإخبارية. كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة لوسائل الإعلام أنها أنهكت خلافاتها مع مواطنتها ابتسام تسكت وفتحت صفحة جديدة، وهذا خلال تكريمها بحفل سفراء القبطان في نسخته الثانية يوم السبت 5 مارس. وقالت دنيا أن موضوع الخلاف مع ابتسام أصبح موضوعا قديما، وهي الآن في صدد التحضير لإنجازات جديدة. ولم تتردد بتوجيه التحية إلى ابتسام تسكت، وتؤكد أنها لم تعد تهتم للخلافات التي طبعت علاقتهما في الآونة الأخيرة. وأضافت حول جديدها الفني أنها تحضر لديو جديد مع الفنان عبد الحفيظ الدوزي، بالإضافة إلى ألبوم يتضمن أغاني مغربية وخليجية. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب وتويتر.